مشكلة the file name, directory name, or volume label syntax is incorrect. المشكلة يا جدع حرام الضرب ده كتير. المشكلة دي حرفيا مكفرة كل مستخدمين أجهزة الكمبيوتر، وهي فعلا مشكلة رخمة لما بتيجي تسطب أي برنامج أو أي لعبة وبتواجهك المشكلة دي. غالبا غالبا هتكون للناس اللي لسه شاريين SSD أو بيحاولوا يسطبوا الحاجة دي على الجهاز بتاعهم، هم عندهم الهارد أو يعني المكان اللي مخزنين عليه النظام هو SSD. فمن غير اي تاخير، لو انت عايز تدي النحو للمشكله المتخلفه دي، اهلا بيك في الحلقه دي. ومن غير اي تاخير، خليك صلي على النبي كده اول حاجه، ويلا بينا ندخل في الحلقه. السلام عليكم، اهلا بيكم، معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم. جينا يا شباب دلوقتي اهو بنحاول ان احنا نسطب برنامج معين، تمام؟ زي ما احنا شايفين البرنامج ده كده اهو، لو جينا ندوس عليه دبل كليك اللي هو عشان نسطبه هيقول لك المشكلة. اول حل معانا يا شباب هو ان احنا ندوس على اوكي وناخد بعضنا ندوس على تشغيل كمسؤول او ران اس ادمنستريتور. ده اول حل معانا، يعتبر اسهلهم. هتلاقي برضه المشكلة موجودة، يعني ما يهمكش، خد بعضك هنا اهو. اول او تاني حل بقى، غير اسم الفولدر بتاع الفولدر، مش اسم السيت اب، لا الفولدر كده اللي فيه البرنامج، حاول انك تغيره لحاجه تانية، تمام؟ وبعد كده ندخل نجرب. لاحظوا ان انا حولت اسم الفولدر مش اسم البرنامج ذات نفسه، تمام؟ وبرضه ظهرتني نفس المشكله. صباح الفل، تمام. ما يهمكش، خد وكوبي او كات وحطه في السي بارتيشن سي زي ما انا ما عملت كده، ودوس على لاسك. بعد كده خش شوف كده وجرب ودوس يعني تشغيل كمسؤول بقى، هتلاقي برضه نفس المشكله. صباح الفل، عادي احنا بنجرب، ما يهمكش يا بص شباب الصحاب، يعني عادي. ان هو بقى يجي الحل الثالث تقريبا، ندخل بقى على السيرش ونكتب فيه لانجويج او اللغه، تمام؟ هتظهر لك هنا الاعدادات بتاعت اللغه، اتاكد انها صح، يعني اتاكد ان انت بص، هو يفضل الناس اللي بتظهر لهم المشكله دي يخلوا الويندوز بتاعهم بالانجليزي، يفضل، لانها يعني ما بتظهرش للناس اللي الويندوز عندهم بالانجليزي قوي. ولكن ما علينا، يعني مش عايز احور عليك، هي بتظهر للاثنين، بس هي يعني بتظهر للي عندهم لغه غير الانجليزي اكتر، ولكن ده مش مبرر. فادخل اتاكد ان كل حاجه عندك صح، ما تبقاش لغات مثلا لغات مختلفه او كده، تمام؟ زي ما احنا شايفين اهو، انا مخليها لغه عربيه عادي، ما فيش مشكله قوي. يعني هنا ندخل على قسم اللغه ونتاكد ان اللغه اللي شغال بيها الويندوز بقى انجليزي. هنحول يعني لغه الويندوز كله من عربي لانجليزي، مجرد تجربه، احنا كل ده بنشوف حلول، تمام؟ يعني وارد جدا انه ما ينفعش معاك حل اول حل تاني ونشوف. هنا هو طبعا ريستارت والويندوز اتحول انجليزي، تعالوا ندوس ران اس ادمنستريتور، نفس المشكله موجوده. وده اكبر دليل على ان انا جايب لك كذا حل عشان مش من اول حل هتنفع معاك. عندنا بقى حل ان احنا نروح على الكنترول بانل، نختارها او نبحث عنها في السيرش اللي تحت، ونروح على قسم الريجيون زي ما احنا شايفين اهو. ولو انت مش فاهم في الانجليزي خدها بالشكل كده بصحاب، ما يهمكش. وروح على الشينج سيستم مش عارف ايه اللي احنا شفناها دي، واختار منها الحاجه الحقيقيه، يعني بلدك ولغتك الحقيقيه. فحالة شخصيا هختار عربيك ام الدنيا، تمام؟ خد بالك انت من عربك ام الدنيا، تمام؟ بعد ما اختار عربك ام الدنيا، هاخد بعدي كده اهو، شايف الاختيار ده، شيل من عليه الصح، لو محطوط عليه صح ودوس على اوكي، وبرده اعمل ريستارت. بعد ما هنعمل ريستارت بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا ندخل نجرب كده اهو. ايوه فين برنامج اهو شغال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ران اس ادمنستريتور، وندوس على يس. والحمد لله اخر حل، يعني اخر حل نفع معايا. مش شرط ان اخر حل ينفع معاك، ممكن تيجي معاك من اول مره. فعشان كده انا قلت لك كل الحلول دي، وسطبه بقى بالطريقه العاديه، تنستول ونكست ونكست وكل حاجه زي الفل. فعشان بقى حلت لك المشكله دي يا ابو المكتشفين، ما تحرمنيش من اللايك واشتراك في القناه، وانزل فعل زر الجرس، وخد بعضك اكتب لي كومنت قول لي فيه اي حاجه واقفه معاك. واشوفك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. سوري يا ابو الصحاب، عشان احنا بنتاخر في الحلقات شويه، معلش راينا الفتره دي، وبعد كده هننزل لكم بحلقات زي المطر. كان معاكم يوسف نصر، اشوفكم ان شاء الله على خير، في امان الله.